السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، مع اصطياد أو نفوق هذا القيادي من مرتزقات البوليزاريو اللي كان المسؤول على قطع معبر القرقرات وعدة استفزازات أخرى شرق الجدار الأمني المغربي، يعاد لنا إلى الأذهان مجددا هؤلاء القياديين الفاشلين ديال مرتزقات البوليزاريو، والذين كانوا يبيعون الوهم والخزعبلات لساكنات أو محتجزي مخيمات تندوف بأن الحرب سوف تغير موازين القوى، بأن الحرب سوف تحقق لهم الحمد 49 سنة، بأن الحرب سوف تكون كذا، بأنهم سوف يقتحمون الجدار، بأنهم سوف يقصفون، بأنهم سوف يسقطون، بأنهم سوف يأسرون، العديد والعديد والعديد من البروباغاندا والأكاذيب التي كانت تغرس داخل أدمغة ديال ساكنة محتجز مخيمات تندوف ديال المناصرين ديال مرتزقات البوليزاريو. لكن بعد العملية ديال القرقرات الناجحة والاحترافية اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية في 13 نوفمبر 2020، خرجوا هاد المكلخين ديال البوليزاريو وأعلنوا الحرب من جهة واحدة. ومنذ ذلك الحين ونحن نرى هؤلاء القياديين اللي كانوا بالأمس القريب يهددون بالاقتحام، يهددون بالحرب، يهددون بالمعارك، يهددون بكذا، يهددون بكذا، يموتون الواحد تلو الآخر، أو لنقل يتم اصطيادهم الواحد تلو الآخر، ويذهبون تباعا تحت التراب وبدون أن يحققوا ولو 0.1% من تلك التهديدات التي كانوا يطلقونها خلال السنوات الماضية. العديد والعديد والعديد من القياديين، من بينهم ذاك الفطيس الأخير الذي قتل قبل يومين واللي كان مسؤول على المجموعة من الاستفزازات، من بينها كما ذكرت قطع الطريق ديال القرقرات وإرسال المسلحين ديال مرتزقات البوليزاريو إلى القرقرات من أجل استفزاز السائقين المغاربة اللي كانوا يمرون من تلك الطريق إلى موريتانيا من أجل تصدير المنتجات المغربية قبل تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية. شفنا تلك اللقطات وكنا يعني تلك المشاهد التي استفزت المغاربة في ذلك الوقت، وكان هناك غضب من طرف المغاربة في ذلك الوقت، ولكن الله يمهل ولا يهمل. جاء الوقت باش هاد المخربين، هاد الإرهابيين يتم اصطيادهم كالحشرات، وكما قلت لم يحققوا على أرض الواقع أي شيء يذكر من تلك التهديدات اللي كنا كنسمعوها، من تلك التصريحات، من تلك البيانات بأنهم سوف يفعلون كذا وكذا. على أرض الواقع متابعينا الكرام لم يحصل أي شيء، بل على العكس تم اصطياد هؤلاء. طبيعة الحال بندير وغير البندير، أسماء عديدة من القياديين اللي كان كيسحب لهم بأن ما بعد القرقرات هي مثل الوضع، مثله مثل ما قبل القرقرات، غادي يدخلوا المناطق العازلة، غادي يستفزوا، غادي يرجعوا في حالهم وكأن شيئا لم يكن، غادي يدخلوا لهذه الأراضي اللي كسميوها أراضي محررة اللي هي منطقة عازلة. ولكن بعد القرقرات أي مرتزق يدخل المنطقة العازلة يرسل إلى الجحيم، من بينهم هؤلاء القياديين اللي كانوا كيبغيو يمشيوا تما باش يلتقطوا صور سيلفي باش يروجوا البروباغاندا ديالهم، ولكن الصياد كان على الموعد. فمتابعينا الكرام، الخلاصة ديال هذا الموضوع، الخلاصة ديال هذا الفيديو، الكلب الذي ينبح لا يعض. فمتابعينا الكرام، هذه عبرة. ما حدث لي هؤلاء المرتزقة هو عبرة لما سوف يحدث لنظام الكبرنات الغبي والمغفل الذي يتبع بطبيعة الحال نفس النهج ديال هؤلاء الهالكين الذين أقبروا. وكم أيضا من كبران، وكم أيضا من مسؤول في نظام الكبرنات كان يتمنى أن يرى الأطلسي ولم يصل هذا الوقت وأقبر تحت التراب، ولم يرى هذا الحلم يتحقق، ولن يتحقق بأي شكل من الأشكال. إذا المتابعين الكرام، هنا غادي نخليكم، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.